النهاية الأفضل، الأكمل، الأمثل، الأعظم. نهاية الفيلم هي الأهم بالنسبة لي. شعور الراحة لما تلاقي القصة بتنتهي وبتحسسك كده بساتسفاينج مش طبيعي، حتى لو كانت نهاية مأساوية أو حزينة، أنت بتلاقي إن تجربة المشاهدة بقت متكاملة بسبب نهاية الفيلم. في الفيديو ده هنتكلم عن 3 أفلام، واحد منهم نهايته كان فيها مشكلة واللي بتتسمى بالإندينج فاتيج او النهاية المتعبة للمشاهد، وهو فيلم اسف على الازعاج، واللي بتحصل لما تبدأ تحس ان النهاية خدت وقت اطول من اللازم، مع ان الحبكة الاساسية للفيلم خلاص اتحلت وبقت واضحة للمشاهد. القاعدة بتقول ان طالما الوقت زاد بين الكلايماكس اللي هي ذروة الاحداث في الفيلم، المدة بينها وبين نهاية الفيلم لو وصلت لاكتر من 15 ل 20 دقيقة، فغالبا الفيلم هيعاني من مشكلة الاندينج فاتيج. الفيلم التاني معانا هو شاتر ايلاند، من افضل افلام مارتن سكورسيزي، اللي قدر يبني النهاية للفيلم من غير اللي بيتفرج يحس انه خلاص عرف النهاية ومستنيها بس تحصل عشان الفيلم يخلص. والفيلم التالت معانا في الفيديو هو فيلم لكوينتن تارانتينو، وهو جانجو انشيند. في امثله كتير على الافلام اللي وقعت في مشكله بسبب النهايه، بس يمكن فيلم اسف على الازعاج انا شفته من قريب تاني ولاحظت المشكله دي في النهايه. وعشان نعرف ليه هي مشكله فلازم نعرف قواعد لكتابه النهايه في الافلام. فقبل ما نبدا ممكن تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه، شدوا حيلكم معايا بقى، خلاص بقى تقريبا 3000 بس ونوصل القناه ل 100000 سبسكرايبر. فاكيد انتوا عارفين انا هقول ايه، اتمنى ان انا اوصل 100000 سبسكرايبر قبل نهايه السنه. القاعده رقم 1، كل ما الوقت بين الكلايماكس اللي هي اعلى مرحله والاقوى تاثيرا في القصه والشخصيات وبين النهايه، كل ما قل تركيز المشاهد واحساسه بالراحه في نهايه الفيلم. وهنا عندنا فيلم اسف على الازعاج مثالي حرفيا. كلنا عارفين حسن صلاح الدين، مهندس الطيران اللي بعد وفاه ابوه بقى عنده مشكله، لكن هو ما اكتشفهاش الا متاخر بسبب ان ابوه كان اقرب حد ليه وكان متعلق بيه جامد، فوفاته كان ليها تاثير كبير على حياته، ودخل عنده مرض الانفصام الشيزوفرينيا. وعشان برضو لو في حد كده حابب يتحنيك في الكومنتات، يعني السكيزوفرينيا. بدا يتخيل وجود اشخاص حواليه هم في الاساس مش موجودين، بيتخيل مواقف في عقله هي ما حصلتش في الواقع. وهنا بتتقدم لنا شخصيه فريده، البنت اللي بيقابلها صدفه وبيبدا يخرج معاها ويتعلق بيها لحد ما حبها، وكانت هي الوحيده اللي قريبه منه بعد ما ابوه مات. وبعد احداث الفيلم ومواقف كتير وصلنا للكلايماكس، اللحظه اللي حسن بيكتشف ان هو مريض بالانفصام، اللحظه اللي امه بتقول له فيها انت بتكلم مين، ابوك مات يا حسن. كانت اصعب لحظه في حياته واصعب كمان من وفاه ابوه. المشهد ده بقى ركز معايا كده، كان في الدقيقه 120 في الفيلم، يعني بعد ساعتين بالظبط. انت كمشاهد هنا خلاص بدات تفهم ان الحبكه الرئيسيه للفيلم اتحلت لما البطل اكتشف الحقيقه، وكل النتائج اللي هتحصل بعدها هتكون متوقعه، زي مثلا لما بطل خارق يكتشف الطريقه اللي هيقدر يهزم بيها الفيلن زي افلام كتير لمارفل. هنا خلاص بتكون المين بلوت اتكشفت للمشاهد، فكل ما الفتره اللي بينها وبين نهايه الفيلم زادت كل ما هتحصل مشكله الاندنج فاتيج. مثلا بعد ما احمد حلمي اكتشف انه مريض، الطبيعي ان هو هيدخل في حاله من الصدمه، هيبدا يواجه الاشخاص اللي بيتخيلهم وهيتاكد ان هم مش حقيقيين. وهنا في فيلم اسف على الازعاج ده خد وقت اكبر بكتير من اللازم. الفرق بين الكلايماكس ونهايه الفيلم وصلت لاكتر من نص ساعه، 35 دقيقه كانوا كتير بيشرحوا نتيجه متوقعه لاي حد بيتفرج. وبعد ما الحبكه الرئيسيه اخيرا اتحلت، بدات حبكه جديده وهي رحله حسن في انه يدور على فريده ويعرف او يتاكد هل هي كانت حقيقيه ولا لا، لحد ما بيكتشف في الاخر في فرح صاحبه ان هي برضه كانت من تخيلاته. وهنا فيلم اسف على الازعاج ما قدرش يحقق القاعده الاولى، عكس فيلم جانجو انشيند اللي بنوصل للكلايماكس في مشهد وهو الجانجو بيهجم فيها على المكان وبيحرر زوجته هيلدا منه، وبعدها على طول بنوصل لمشهد النهايه وهو انتصار جانجو، وكل ده بقى كان بينهم كام 10 دقايق بس. اما بقى فيلم شاتر ايلاند اللي بنشوف فيه قصه تيدي اللي بيعتقد ان ده اسمه، وانه كان في الحرب العالميه الثانيه زوجته ماتت في حريق وما عندوش اولاد، وهو موجود على الجزيره دي عشان يحقق في مستشفى او مصحه سريه للمرضى النفسيين تابعه للحكومه، وانه بيدور على المريض رقم 67 اللي بيعتقد ان هو اللي قتل زوجته، لكن تيدي كان هو المريض رقم 67 وهو اللي قتل زوجته، وده اللي بنكتشفه بعد كده. اسمه الحقيقي اندرو، اما تشاك اللي كان بيقوم بدور صاحبه هو في الاساس دكتور مع دكتور كاولي، ودول كانوا شايفين ان اندرو ليه علاج مناسب بانه يخف، وهو اننا نقنعه بالوهم اللي عايش فيه وتدريجيا هيبدا يتقبل الحقيقه الصعبه اللي رافضها من البدايه. وهنا بنوصل للكلايماكس في فيلم شاتر ايلاند، اللحظه اللي تيدي بيكتشف فيها الحقيقه من الدكتور كاولي، وهي ان اسمه اندرو قتل زوجته بسبب
بسبب ان هي ضحت باطفالهم الثلاثة وغرقتهم في المية. زوجته كانت مختلة عقليا، وهنا اندرو كان بيشعر بالذنب لانه كان عارف ان زوجته مجنونة، بس بسبب ادمانه للكحول وذكرياته السيئة في الحرب العالمية الثانية كان بيتجاهل الموضوع، لحد ما في يوم وصل البيت واكتشف الحقيقة. المشهد اللي فيه اندرو بيفتكر الحقيقة كان بالظبط بعد 2:03 من الفيلم، ونهاية الفيلم كانت بعد 2:11. عبقرية في النهاية مش طبيعية، لان الفترة ما بين الكلايماكس ونهاية الفيلم كانت اقل من 10 دقايق. وطبعا الجملة الاخيرة اللي خلقت شعور غريب عند المشاهد، الجملة الايقونية في الفيلم. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? وهنا شاتر ايلاند نجح في القاعدة التانية، نهاية الفيلم تكون ملاحظة او سؤال مثير للاهتمام يحتمل اكتر من اجابة. الجملة اللي قالها اندرو في الاخر كان فيها فعلا اكتر من اجابة. هل اندرو خلاص اكتشف الحقيقة وتقبلها ولا لا؟ هو عرف الحقيقة فعلا، بس قرر انه مش هيقدر يعيش بالذنب ده طول عمره. عملية اللوبوتمايز، يعني لو انا بنطقها صح، هي معروفة علميا، فتح الفص الشمال من المخ واستخراج بعض الالياف العصبية عشان يهدوا المريض، وكمان النتيجة انه هيفقد جزء مهم من ذكرياته. تتعمل برضو بطريقة تانية عن طريق إبرة بتخش كده من مناخيرك تطلع في مخك بقى، ما علينا. يعني عندنا فيلم The Usual Suspects، واحد من أعظم النهايات اللي أنا شفتها في الأفلام. الفرق ما بين الكلايماكس اللي هي اللحظة اللي بنكتشف فيها مين هو كايزر سوزي، اللي حرفيا من أول الفيلم هو شبح، محدش عارف الهوية الحقيقية للراجل ده، لكن في الكلايماكس اللحظة اللي خلاص بنكتشف فيها الحقيقة ومين هو الراجل ده، المشهد اللي بنشوف فيه الراجل ده حر في الشارع، كانت لحظة مش طبيعية بصراحة في الفيلم. المهم بقى إن الفرق ما بينهم كان اقل من 10 دقايق. وطبعا في امثله كتير على افلام نجحت في القاعده الاولى بس ما نجحتش في القاعده الثانيه. فيلم كيل بيل فوليوم 1 نجح في مشهد النهايه اللي انتهى بسؤال غريب من بيل، هل ذا برايد تعرف ان طفلها لسه عايش؟ Is she aware her daughter is still alive? ده بيدخلك في تفكير، يا ترى ايه اللي هيحصل او هتعمل ايه لما تكتشف الحقيقه دي. فيلم انسبشن لما البروتوجانست اللي هو ليوناردو دي كابريو بيرجع للبيت، بنشوف اللقطه الاخيره، بنشوف ان البتاعه دي كده لسه بتلف، فهل دي كانت السعاده النهائيه فعلا ولا كل ده كان حلم؟ وفي افلام تانية كتير كانت نهايتها غامضه مثيره للتساؤل. Something you want is new. This world is not real. وده بيخليها تتعلق اكتر في ذاكرة المشاهد وصعب انه ينساها. عندنا فيلم وبلاش مثلا انسب مثال، المشهد الاخير اللي بنشوف فيه اندرو مصمم ان هو ينجح، ايده بتنزف لكن هو فضل مكمل عزف لحد ما انتهى الفيلم. هنا ده دخلك طبعا في اسئلة كتير، هل هو هيوصل لهدفه ولا لا؟ النظرة الاخيرة اللي كانت من الاستاذ فليتشر. دي كان معناها ايه؟ ان هو تقبله اخيرا؟ فكل دي اسئلة اكيد جت في دماغك وانت بتتفرج. وده يخلينا نروح للقاعدة الثالثة اللي فيلم شاتر ايلاند ما قدرش يحققها، وهو شعور الساتسفاينج اللي بيكون عند المشاهد لما بيشوف النهاية. بترتاح لما بتشوف النهاية سواء بقى كانت سعيدة او لا، زي مثلا فيلم لورد اوف ذا رينجز لما بنشوف قصة برومير، الشخص اللي كان جزء من الحبكة الرئيسية من اول الفيلم. ايوه ما كانش ليه تأثير كبير في القصة الاساسية وهي رحلة فرودو للحفاظ على الخاتم وتدميره، ولكن اول ما ظهر كان بيكره اراجون، ما بيحترموش، لكننا بنشوف الفيلم بينتهي بمشهد بطولي لبرومير وهو بيضحي بنفسه في مواجهه وحوش الاوركس عشان يقدر ينهي حياته بشرف، وبيقول الجمله الاخيره لاراجون اللي اعتقد اي حد اتفرج على لورد اوف ذا رينجز فهو فاكرها. ايوه النهايه ما كانش فيها اثاره وتشويق، بس انا وانت واي حد بيتفرج هيحس بارتياح كده وهو بيتفرج على المشهد ده. مشهد النهايه في فيلم جانجو انشيند لما جانجو كان مع هيلدا وهم منتصرين، كل اللي وراهم متدمر، كان مشهد حرفيا كده يعني خلاني ابتسم تلقائيا. The
المشكله بقى مش في النهايه معلش. اما لو رجعنا تاني لفيلم اسف على الازعاج هنلاقي ان حسن لما اكتشف الحقيقه كانت قبل 35 دقيقه من النهايه، فقبل 20 دقيقه بدا حسن يدور على فريده، واخيرا في اخر 10 دقائق قرر انه يتعالج ويتخلص من مرضه، ودي كانت مده اطول من اللازم الحقيقه وكان ممكن تتحل في وقت اقل من كده. ومحدش يفتكر ان انا بقلل من فيلم اسف على الازعاج، بالعكس انا اي فيلم بتكلم عنه في الفيديو ده فهو فيلم عظيم وانا بحبه. ويمكن اسف على الازعاج من وجهه نظر يعني فهو افضل فيلم لاحمد حلمي، او ممكن افضل 3 افلام، محتاجين نفكر في الموضوع ده. وده يخلينا نروح للقاعده الاخيره في فيلم ذا ماتريكس. كان في 4 صراعات بتحصل في القصه، الاول هو ان نيو يهزم العميل سميث، الثاني وهم الحرس اللي بيطاردوا السفينه، والصراع الثالث وهي قصه حب بين نيو وترينيتي، والرابع وهو اكتشاف نيو هل هو فعلا ذا وان ولا لا. لما افلام تنهي حبكتها في اكتر من 30 دقيقه، واللي هو بالمناسبه اغلب الافلام بتعمل كده، ولو ركزت الفتره الجايه وانت بتتفرج في نهايه اي فيلم هتلاحظ الموضوع ده. في ذا ماتريكس الحبكه الاربع صراعات الموجودين معانا كلهم اتحلوا في مشهد واحد، نيو بيكتشف ان هو ذا وان، وبكده ففعلا قصه حبه مع ترينيتي اتحلت، وعشان هو ذا وان فبيكتشف ان عنده القوه عشان يهزم العميل سميث، وكده الحراس بيتهزموا، وكل ده في مشهد واحد بس. وبكده فالقاعده الثالثه، كل ما الحبكه او الصراعات اللي موجوده في الفيلم تتحل اسرع ورا بعض فده احسن بكتير. النهايات كلها نسبيه، بس انك تعرف هل النهايه دي كانت ملحميه او ضعيفه ده يخليك بعد كده تفهم ليه في افلام بتاخد وقت طويل في بناء العالم وتقديم الشخصيات اكتر من كشف الحقيقه مثلا في نص الفيلم الاول، والباقي بقى مماطله في النهايه وبناء حبكه جديده ما تمش التمهيد ليها من الاول. وعشان كده فانا عايزك تقول لي ايه اكتر الافلام اللي عجبتك نهايتها، ولو تعرف تقول لي السبب فتبقى معلم الصراحه. شكرا لانك اتفرجت على الفيديو للاخر، يا ريت بقى تديني السبسكرايب المتين، تعمل لايك للفيديو، خلينا نوصله 5000 لايك. ولو عجبتكم الفكره قولوا لي تحت في الكومنتس، يعني ممكن نثبت فيديو كل اسبوع مثلا نتكلم فيه عن موضوع معين. في مواضيع كتير ببقى عايز اتكلم عنها بس ببقى مش عارف هل الناس يعني متحمسه ان هي تتفرج ولا لا، فهستنى بقى اشوف الفيدباك على الفيديو ونقرر وقتها. انا على اسماعيل نونز موفي هاسلر، لو حابب ان انت تتواصل معايا عندك اي سؤال انا موجود على انستجرام، بنزل هناك تقريبا فيديو كل يوم، وفي جروب كده عامله يعني بقعد اصيح مع الناس بنتكلم بقى في اي حاجه، المهم لو مهتم يعني اعمل لي فولو. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير، سلام.